بسم الله الرحمن الرحيم، معادنا مع درس جديد من سلسلة الديناميك أكشن، ومعانا النهاردة إيفنت مهم جدا اللي هو حاجة اسمها كاستم إيفنت. تمام، في الجزئية اللي تحت كده أنت عندك مكان تقدر تعمل منه كاستم إيفنت. كاستم إيفنت مش مربوط بحاجة معينة، ما تقدرش تقول على ضغط الزرار أو على أي حاجة. فأنا هنا على الكاستم عملت إيفنت جديد سميته كاستم واديته اسم، تمام، واستخدمت معاه الإكسبريشن اللي هو اللي استخدمت معاه سيلكشن تايب اللي هو جافا سكريبت إكسبريشن اللي إحنا هنتكلم عليهم بالتفصيل إن شاء الله الجزئية دي الدرس القادم. استخدمت معاه الدوكيومنت، الدوكيومنت اللي هو الريفرنس بتاع كل البراوزر، اي حاجه جوه البراوزر بيسموها دوكيومنت، ريفرنس ريتيرن ريفرنس ذا براوزر دوكيومنت. كل الدوكيومنت فيه دوم اوبجكت. طبعا الجماعه بتوع الجافا سكريبت ممكن يوضحوا لنا النقطه دي اكتر، وممكن نحط لكم لينكات للجزئيه، بس انا استخدمتها دلوقتي مع الدوكيومنت. تمام، ممكن برضه استخدمها مع جافا سكريبت اكسبريشن بيجيب لي سيلكتور معقد شويه زي ده. المثال بتاعنا ده الايفنت بتاعنا. طب في الايفنت ده انت هتعمل ايه؟ انا عملت والله اليرت بسيط ويلكم فروم كاستم ايفنت. تمام، طيب الصفحه دلوقتي فيها حاجه؟ ما فيهاش حاجه، انت عملت ايفنت بس ما ربطتوش بحاجه، في كاستم ايفنت موجود. الميزه بقى بتاعته ان انت تقدر تربطه مع اكتر من حاجه، مع حاجات مختلفه مع بعضها. زي ايه؟ زي دلوقتي انا جيت على الزرار اللي هو بياد ستايل سيت ستايل، ده سيت ستايل اللي هو كان هنا، وزودت عليه اكشن كمان بينفذ الكود ده. الكود ده بقى اللي هو ايفنت دوت تريجر دوت اسم الايفنت ده، ده اللي بيخليني انفذ الكود اللي هو الكاستم. تمام، فانا كتبت الكود ده وكمان استخدمته مع زرار تاني مختلف اسمه نيو اللي هو تحت خالص ده، ونفذت برده مع نفس الكود. وكمان على مستوى تغيير الايتم اللي اسمه اللوكيشن، تشينج الايتم اللي اسمه اللوكيشن، برده نفذت ايفنت دوت تريجر دوت اسم الايفنت عشان ينفذه. تمام، تعالوا نجرب. يبقى دلوقتي اول واحد عندي سيت ستايل ده نفذها، ده ويلكم فروم كاستم ايفنت، ده الاليرت بتاعي اللي موجود في الكاستم ايفنت بتاعي. وفي نفس الوقت انا عملته على الزرار ده، يعني دي كمان مره، وكمان مره عملته على مستوى تغيير اللوكيشن. فلو انتوا فاكرين ان الاداره كانت بتغير اللوكيشن، فدلوقتي اللوكيشن اتغير، فبالتالي برضو نفذ الكود ده. تمام، دي فكره الكاستم ايفنت، ان انت ممكن تعمله مره واحده وتستدعيه في اماكن كتيره جدا. وبرده لو انت عايز تعمل كاستم ايفنت على سيلكتور مختلف شويه انت مش عارف تعمله بالطريقه العاديه، فالكاستم ايفنت يبقى كويس في النقطه دي. تمام، ان شاء الله نتقابل في الدروس القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.